عرفتي ما توجدي مع الحيره، انا جبت لكم وصفه سهله او بريوات سهلين، يعني اللي عندكم في الدار كما كتشوفوا هنا، بصيله وفلفله حمراء، شويه تاع زيت بلديه مليحه، ها هي كتشحط بدات تصفى مع شويه ديال الميكزار. كتلبى غنيسال اوطون، غندير ورق الفيلو على ثلاثه الوريقات صافي. كندير هكا باش ناخذ نفس القياس، كندير هكا، كندير ربعه ديال الصبعان هكا، وكنقطع يعني بديك القطعه ديال البيتزا. الزيت باش متجيش يعني يابسه، تجي يعني رطبه صافي. كنحط الحشوه هكا كيما كتشوفوا معايا صافي، وغنبدا ندويها بريوات صافي. كتجيو كديروا بحال هكا، كتحكموا بيديكم وانتم كتلويو وانتم كتزيروا. على هاد الشكل هذا صافي، هذا اللي زايد غنحيدو هكا صافي. نصيبو بريوة ديجا، نصيب هادو مني هاي هكا، ديرو هكا. المهم متخافوش، يعني ساهلة، نتوما كديرو ونتوما كتجمعو صافي، كتقدوها.